هذا القرار فعلا هيأخذ طريقه إلى التنفيذ، لأنه احنا كنا بنسمع بقرارات مشابهة في الفترة الماضية لم تنفذ. لا يا فندم، هو يعني في الاجتماع الأخير للمجلس ورئاسة الأستاذ مكرم تم مناقشة تطبيق أو تفعيل تطبيق مواد القانون الجديد، هو القانون 180. القانون الجديد بيحظر بس اي مواد اعلاميه خارج منطقه خارج مدينه الانتاج الاعلامي الا بتصريح، وبالتالي الا بتصريح ايوه يا فندم، الا أوكي. بتصريح طبقا لبعض الظروف، يعني لو فرضنا ان في ايفنت بره، في حفله، في احداث معينه، تمام فانت هتنقلها، تمام، فده هيتم بالتنسيق مع اداره المدينه والمنطقه الحره والوسيله الاعلاميه اللي عايزه تنقل الحاجه، ده جزء. لكن ما كان اللي حاصل يا استاذ عمرو ان حضرتك كان في، مش عايز اقول مثلا ان هي كانت زي عم حاجات زي السوبر ماركت كده، اماكن مكاتب كتيره جدا متوزعه في شقق في اماكن كتير في القاهره، بتبص على الهواء مباشره، ده مش موجود على فكره في اي مكان، يعني اي مكان في العالم في ضوابط لبس الهواء. طب حضرتك يا استاذ احمد بتتكلم عن قنوات ولا بتتكلم عن مكاتب لقنوات؟ اي فندم، عن الاثنين، يعني ان حتى القنوات هتبقى كلها، القنوات لازم تكون كلها داخل المدينه، ده الطبيعي، يعني داخل المنطقه الحره تحديدا. يعني مثلا قناه زي دريم، ما هو استوديوهاتها خارج يعني استوديوهاتها خارج المدينه، وهي كانت سبق ان هي حصلت على حكم قضائي قبل كده، وكان في يعني نزاع طويل بينها وبين اتحاد الاذاعه والتلفزيون سابقا. لكن القانون الجديد دلوقتي بيدي مهله لجميع القنوات او الشبكات ان هي توفق او ضحى طبقا لشروط القانون في خلال 6 شهور. خلال 6 شهور لازم تدخل جوه مدينه الانتاج الاعلامي. هيبقى المكان الوحيد يا فندم المسموح للبث منه على الهواء هو المنطقه هي الاستوديوهات المنطقه الحره الموجوده اللي حضرتك بتبث منها حاليا. والمكاتب، المكاتب اللي هو البرودكشن، الانتاج، الخدمات اللي خدمات حضرتك، دي يا فندم مش هتبث هواء، هي تعمل زي ما هي عايزه، يعني تعمل تؤدي خدمات، تجهز اعداد. لا بس في بعض المكاتب يعني بتستضيف ناس على الهواء وبتطلع يعني مكاتب لقنوات غير مصريه. لا يا فندم، هي لازم هذه الخدمات الهواء كاملة تكون داخل المدينة. يعني كل القنوات اللي ليها مكاتب في القارة زي البي بي سي، زي العربية، زي سكاي نيوز عربية، زي سي ان ان، دي هتدخل، لازم تدخل جوه المدينة. طب يا فندم، ما هو الام بي سي دخلت جوه المدينة، وحضرتك جوه المدينة، وغيرك جوه المدينة، ايه اللي يمنع يعني احنا بس بنتساءل، لانه يعني ما هو القرار ده من زمان بس لم يطبق، يعني فاحنا عايزين نعرف هل في تغير شيء بحيث ان هذا القرار يطبق. هو ما كانش موجود نص قانوني، هو كان موجود ضمن ترتيبات بتطلبها المنطقه الحره لو ما كانت المساله تابعه بالكامل لهيئه الاستثمار. لكن مع الوقت دلوقتي انت عندك قانون، القانون بيحكمنا وبيحكم من يعمل تحت سماء مصر. تمام. وفي قنوات ايضا عربيه يعني غير اللي انا ذكرتها، قنوات يمنيه، قنوات ليبيه، بتطلع عراقيه، بتطلع من داخل المدينه يا فندم، ما انت عندك لا في 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 من بره المدينه يا استاذ احمد. لا هو لازم يحصل نوع من الضبط يا استاذ احمد، الاسباب، انت عندك ما فيش، يعني انت عندك قنوات بتبث من خلال اوض في شقق مفروشة. بالظبط، ما هو ده اللي انا بقصده، ده صحيح. يعني طب مش خايفين قناه اسمها شمال مثلا، او قناه توك توك، او قناه مش عارف ايه؟ طيب مش خايفين يا استاذ احمد انه يقول لك مصر بتصادر على الحريات والحكومه المصريه تمنع يا فندم حضرتك ما بتقولوش استضيف فلان او ما تضيفش فلان، ما بتقولوش اتكلم في كذا او ما تتكلمش في كذا، انت بتقول بس اتكلم من المكان الفلاني، ابعثك انت بتدش منين؟ انت موجود فين؟ وده حق الدوله. نعم. أنا بشكرك على كل التوضيحات دي، الأستاذ أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللي قال لنا إنه خلاص مش هيكون في قنوات تبث مواد على الهواء مباشرة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي أو حتى مكاتب خدمات.